كيف نختار أكلنا الصحي بالمطاعم؟ موضوعنا اليوم مع رندا فهد. صباح الخير رندا. صباح النور. وخاصة بهالشوبات يعني كيف ما برمنا حدا عم يستفرخ، حدا معه دايريا، حدا متضايق أو عم تلعي نفسه ما بيشي، ويعني أوقات فينا ناكل بالمطاعم يصير معنا شيء، وأوقات حتى التشويبة يعني بس كمان اليوم هالكم يوم مزبوط. بس كمان اليوم بدنا نحكي أكثر الأشخاص اللي هن هلأ صيفية وظهرات المطاعم كثير أكثر، وعم يعني في أشخاص بسألهم كم يوم عم تروحوا على المطعم لنعرف بدنا نعمل رجيم. أصل سبعة بتطلعوا فيي انا عم تقولي خمسة، فيهم بيقولوا لي سبعة، فيهم بيقولوا لي سبعة، وأوقات على الغداء وأوقات على العشاء. فهون بدنا نكون عم ننتبه كيف ننقي أكلتنا، وفينا نروح وننقي أكلتنا بطريقة كثير صحية وعن جد تحفظ لنا على وزننا. وفي أوقات إذا ما فكرنا رح نروح فيها. يعني هو الواحد بيختار السلطة، ولكن الصوصات هن المشكلة مش الأكل. هاي من الأشياء اللي بدنا نحكي فيها، ولكن بدنا نبلش أكيد نذكر المشاهدين بالكومبيتيشن بيري لايتس كومبيتيشن هالمرة. أي في فيتامين سي أقل، الكرام أو الفجل. فيتامين سي أقل، اثنيناتهم بيحتووا على فيتامين سي. اثنيناتهم بيحتووا على فيتامين سي. كرام في أكيد في فيتامين سي. فيتامين سي أبدا ما كنت بفكر إنه بالفجل في فيتامين سي. تالت جي وقتها نعلن اسم الرابح، رح أقول لكم قديش فيها كل وحدة فيتامين سي ونحكي شوي عنها. فإذا بدكم تجاوبونا على الإم تي في فيسبوك بيج إم تي في ألايف، أكيد فيكم كمان تجاوبوا على فيسبوك بيج دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو فيسبوك بيج بيري لايت هيلث سنتر، ونحن الثالثة رح نكون عم نعلن اسم الفائز ونعمل كومبيتيشن جديدة. اوكي. خبريتي اليوم ستيفاني هي على الجايد لاينز او الخطوط العريضة اللي بتحطها الجمعية الغذائية الأمريكية، بتكون انعمل كل 5 سنين، بيطلعوا على كل هالأبحاث اللي هي انعملت وبيشوفوا شو طالع شيء ما رح نقول عنه جديد، ولكن شو طالع شيء بيكمل شيء بنعرف عنه قبل. مزبوط. نعم. الاشياء اللي بنعرف عنه قبل من ناحيه الغذائيه. يا اكثر شيء بنتضايق لما بنكون عم نفكر بشغله وبعدين دراسه جديده بتطلع بتقول انه هالشغله ما كانت منيحه، بتصير تخافي على حالك ايه كنت عم بعملها. ايه هلا بالجايد لاينز ستيفاني اذا بننتبه كل 5 سنين وبنقراهم ونرجع فيهم لورا، هو ما في شيء بناقض شيء ثاني، ولكن في شيء بيتغير شوي بالنسبه للكميه اللي لازم تتاخذ، في شيء بيتغير بالنسبه للشيء اللي لازم نزيده بمقابل شيء ثاني والى اخره. هلا هالمره الدراسه اللي رح تنزل اما الجايد لاينز اما الخطوط العريضه ما رح تركز على اكله وحده، هي رح تركز او على نيوتريينت واحد او على ماده غذائيه وحده، هي رح تركز على البليت اما الصحن الغذائي بالكامل. نعم. لانه ما بدها العالم يضل عندها هال منا مأكده من معلومات معينه او منا مأكده من اكل معين بدها تاكله، لنقول انه يي اليوم انا اكلت اكل فيه فيتامين سي او يي بكره اكلت أوميغا 3، يعني بدهم يكونوا عم بيريحوا العالم. والتركيز كان على 3 صحون غذائية، صحن اللي هو صحن المتوسطي الميديترينيان، صحن اللي هو صحن النباتي، وصحن اللي هو صحن الأمريكاني الصحي مسميينه، بده يتجه على ناحية صحية. هلا شو في بكل هول الصحون عم يكون اول شيء عم ينحكى على مجموع الاكل يكون اكل مزبوط. يعني رح اعطي مثلا انه فينا نقول الامراه الحامل كثير منيح لها وللبيبي ونمو عقله انه تاخذ اكل بيحتوي على اوميجا 3، ففيها الامراه الحامل تيجي وتقول ما بدي شغل بالي انا رح اخذ سبلمنت اوميجا 3، وتبين انه سبلمنت اوميجا 3 ما اعطت النتيجه اللي بتعطي سمكه هي بتحتوي على كميه كبيره من اوميجا 3. فهون حتى ما يكون واحد عم يلتجي على سبلمنت، بل هون التركيز انه نلتجي لاكلنا. الاكل هلا التركيز بالاكل كله سالتيني بكل هالبليتس هو مثل ما بنعرف الخضره الفواكه البقوليات الحبوب الكامله والسمك، تركيز كثير على السمك كان هون. وليش؟ لانه مثل ما بنعرف نحن عم ينحط لانه لنكون عم نبعد على شوي على اللحم الاحمر وكثير على اللحم اللي هو اللحم المصنع الابيض. نعم.
نركز على اللحم، نركز. فالبليت مثلا عم تقولي الصحن الغذائي الامريكاني، اذا بنتذكر دائما نص الصحن السنتر كان اللحمه، اللحمه المدهنه، هيدا شيء كثير كثير خف منه. بالميديترينيان دايت اللي خف هو الباستايات بالاكل المتوسطي، لانه احنا بنعرف نستعمل كثير زيت زيتون، نستعمل اسماك، ولكن كمان نستعمل الباستا والمعكرونه والى اخره. لا، هون الالتجاء انه على البورشن قديش نحن بدنا ناخذ من الباستا، ما بدها تكون كميتها كبيره. واخيرا هون بعد شغله بدي اقولها، انه كمان كان في تركيز وقت ناكل الاكل كصحن، هون التركيز على شيء بنقول له الاستبدال او الاكستشينج. هيك ساعتها انا في اعرف اليوم اذا انا ما بدي اخذ باستا، بقدر اخذ خبزه بدلها، اذا ما بدي اخذ خبزه بقدر اخذ كينوا، بقدر اخذ رز. فهذا الاستبدال خلص ككميه كامله بنقدر نكون عم ناخده، اهين من انه هي فيها بي 1، هي فيها نايسن، هي فيها بي 6، هيك بنكون عم ناكل اكل منوع ومرتاحين. ولكن نحن بنفكر انه بالسبلمنتس في كميات اقوى من ناقصنا، مثلا في سبلمنتس فيتامين دي بناخده، في سبلمنتس مثل ما عم تقولي اوميجا، ولكن في ناس ما بحبوا السمك، شو لازم يعملوا؟ هلا الاساس هو السبلمنت مش ليعطي اكثر من حاجتنا او اكثر، هو نحن لازم ناكل اكل منوع ويكون جسمنا مكتفي منه، ما نحتاج لسبلمنتس. اللي بيصير عند الشخص هو ما بياكل اكل منوع او لسبب اخر صار عنده نقص. هلا وقت يكون عندنا عملنا فحصاتنا وعندنا نقص، ساعتها هون مجبورين نكون عم نلتجي. في نقص بالفيتامين دي مجبوره التجي لسبلمنت، في نقص بالحديد مجبوره التجي للسبلمنت. هونيك خلينا نحكي عن موضوعنا الاكل الصحي بالمطاعم. طبعا، وبعدنا عم نحكي بالاكل الصحي، حتى خبريتنا كانت على الاكل الصحي. فرحنا على المطاعم، بدنا نروح على المطعم وبدنا ناكل اكل بدون ما نحن نحس حالنا محرقصين. امبارح كثير اجى لعندي اشخاص اكثر من شخصين انه يا الله، وعم نروح لانه رفقاتنا بدهم، لانه مجبوره اروح مع جوزي مثلا. فطيب بتروحي، روحي وانبسطي بالاكل، ما ضروري هيدا يكون قصاص. فحبيت اليوم عم بحكي عن هالموضوع. فأول شغلة ستيفاني بدي أقولها، إنه نحن وبالبيت قبل ما نروح على المطعم، تعرفوا إنه صار كل المطاعم عندها المنيو محطوطة أونلاين، فنحن فينا نفتح أونلاين نطلع على المنيو حتى ما نروح لهونيك نتفاجأ، خصوصا إذا مطعم نحن ما بنعرفه، ما بنعرف شو بيقدم 100% بالأكلات. برافو، هيدي تيب حلو. فبنطلع وهونيك نحن بنقدر ننقي. هلا بالاشياء اللي بدنا ننقيها، فينا نكون عم ننقي الاشياء اللي هي صحيه اذا مكتوب عليها هيلثي اما صحي، واذا مكتوب عليها كورنر اللايت. هلا كورنر اللايت، نحن وقت نروح على المطعم كثير بدنا نسال ويتر اسئله، منا شو قصدكم باللايت؟ يمكن لايت قصدهم قليل الملح، او يمكن يحطوا هن قليل ملح قليل كوليسترول، او قليل الزيت، او قليل ملح قليل كوليسترول، انا بدي اعمل رجيم واضعف، بكون في كثير زيت كمان ما ظبطت الفورمولا هون. فنحن بدنا نسال، بدنا نطلب صوصتنا نحن، بدنا نحن كمان نكون عم نقول لهم انه كيف معمول الاكل. هلا رح اعطي مثل كمان، عندنا كثير اشخاص بيروحوا بيطلبوا السمكه اما السالمون، بيقولوا له سالمون مشويه، كثير منيح. بتجي السالمون مشويه، بعد وقت طلع بتلاقي الزبده حوالي، هي مشويه، ما حدا كذب علينا، ولكن فوقا حط زبده. طيب نحن هون بدنا ننتبه انه بليز بدي اياها تكون مشويه وما تحط لي زبده فوقها. فاذا في اشياء نحن بدنا نكون عارفين فيها وعم نطلبها، او نساله هل بتحطوا لها زبده؟ طبعا هو رح يقول لك لحظه بدي اروح اسال، بروح بساله بيجي بقول لك ايه فيها زبده، لا انا بدي اخذها بدون زبده. هي شغله. الشغله الثانيه، شو بدي احط حدا سايد؟ فاذا السايد صار بكل المطاعم، كثير كانوا قبل بس بطاطا مقليه وخلصت، هلا فينا نعمل مشاوي، في بروكولي، او بطاطا تكون هي مشويه، بطاطا جريلد، او بدالا نكون عم نطلب الخضره اللي هي مثل ما قلتي البروكولي، الجزر الى اخره. بس في مطاعم انه بيقولوا لك في خضره حاده، بحطوا كورن، بحطوا جزر، وبحطوا بطاطا مسلوقه، يعني هول ثلاثتهم مش منيح. طيب مثل ما انتم بتخبرونا، صح؟ هلا مشان هيك نحن رح نكفي من بعد هالوقت. يلا. يلا.
رندا، كنا عم نحكي انه بالمطاعم بيجيبوا لك مثلا السمو او شو اسمه دجاج مشوي او سمكه مشويه، وحدا بيقولوا لك بنحط خضره، خضرتهم شو؟ بازيلا، بطاطا وجزر. يعني هول مش خضره مسلوقه ومش خضره، مثلا بحطوا لك واحد بروكولي، وان بيس و تو بيسز اوف شو اسمه زوكيني او كوسا. يعني لازم نطلب كمان هول القصص ولا هن لازم ينتبهوا؟ هن ما رح ينتبهوا، هن بدهم يعملوا، هن بدهم يحطوا ارخص، يمكن ارخص، يمكن الاهين لهم، يمكن اذا نحن عم نعمل رجيم غيرنا ما عم يعمل رجيم، يمكن اذا واحد بحب الكوسه غيره ما بحبها، فهن مجبورين يحطوا هالتشكيله كلها. فنحن علينا نقول بس مين بيحب الجزر المسلوق يعني؟ لا في ناس بحبوا، فهون نحن علينا نقول له بليز انا الخضره المسلوقه اللي بدك تحطها على جنب بدي تكون كوسه وبروكلي مثلا، اذا مثل ما او بروكلي لحالها. في ناس هلا بيقولوا مين بياكل وقتها بدك تقولي بدفع زياده بس حطوا لي كوسه وهل بدفعوك زياده؟ جواب انه لا، ولا مره مطعم دفع زياده اذا طلبنا منهم هيك. فهيدي البورشن بنقول له انه بدل ما تحطوا بورشن وحده كوسه، هلا انا بحب الكوسه المسلوق لكل الاشخاص اللي عم يقولوا لي على الموضوع كثير بحبها، فلنقول بدل ما بنقول لهم بدل بليز ما تحطوا كوسه وحده، حطوا لنا ثلاثه كوسه، تريبل ذا بورشن، ثلاثه كوسه حدا، خلص بيجي الصحن مثل ما انت بتحبي. هلا بدي احكي هون على الصوص، بما انه انت ذكرتي الصوص كمان، دائما بنطلب الصوص تكون على جنب، صوص اللحمه، صوص الدجاج، صوص السمك. هلا كمان بدنا نتعلم كيف نحن بدنا ننبسط بالصوص والاكل سوا بدون ما نحط كثير، لانه بنعرف انه الصوصات بيبقوا جمالا دسمين. الشوكه اللي مضبوط، الشوكه اللي نحن بدنا نستعملها لازم نشكها بقلب الصوص وبعدين بقلب اللحمه، مش العكس، مش ناخذ شقفه اللحمه اما السمكه ونرجع نغطها بالصوص، هيك بيطلع لها كثير، هيك ما رح يقدينا البورشن الصوص. فاذا بالعكس، وما بتصدق ستيفاني كل ما تحطي الشوكه بقلب الصوص بهالثلاث نقط الموجودين على الشوكه رح يتعبى ثلاثه نقط من الصوص، ورح تكون طعمه الصوص هي موجوده بكالوريز كثير 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 قليلين. فهيدي كمان طريقه تب ثانيه نكون عم نستعملها هون. طريقة تانية ليعلقوا الصوصات على الشوكة. على الشوكة. هلا بدنا ناخذ اتصال لرندا. الو الو بونجور. الو بونجور. الو بونجور. مين معنا؟ مدام سلوم. تفضلي مدام سلوم. بدي اسأل سؤال يمكن مش الموضوع هلا الموجود، بس بدي اسألها. تفضلي. إذا في وجع بالكلاوي أو هيك، شنو الأكل اللي ممنوع واحد ياكله أو بيأثر على الكلاوي بهالحالة؟ هلا اكل الكلاوي شغله كثير كثير، موضوع كثير كبير، هل هو وجع؟ هل عامله فحوصات؟ بنعرف شو المشكله الكلوي؟ بياثر هون. فنحن بس وجع كلوي هيك بعد على الخط، بعدك على الخط، بليز فيك تجاوبيني عامله فحوصات؟ بنعرف شو المشكله بالكلوي ولا بس عم تحسي بوجع؟ لا بس وجع هون يومين، بس ناطره لروح لعند الدكتور، بس قلت انا بركي في شيء اكل بياثر بهيك حالي بيزيد الوجع. بعد عندي سؤال، قديش عم تشربي مي كل يوم؟ عم بشرب كل يوم شي 3 لتر. 3 لتر، اوكي. هذا بيعطي وجع كلاوي 3 لتر؟ بالعكس، يمكن وجع الكلاوي، يمكن يعني واحد من الاحتمالات يبقى في رمل او في بحص بالكلوي. فهون بالعكس شرب المي هذا شيء بده يساعد كثير، فنحن بنزيد الاشخاص اللي بيشربوا 2 لتر بدون يشربوا 4، اللي بيشرب 3 لازم يشرب 6 بهيدا الوقت. هلا الوجع من ناحيه ثانيه اكيد لازم، اذا الوجع ضل هون بدنا نروح اكيد عند الطبيب نعمل فحوصات ونشوف شو القصه. اجمالا وقت يكون عندنا مشاكل بالكلاوي مثل بوتاسيوم، كرياتينين، الزلال، اليوريك اسيد، اجمالا ما بيكون في وجع بالكلوي، فهول اللي هن الاكل لهم علاقه فيهم، ولكن الوجع اللي عم تحس فيه بالاجمال الاكل ما له علاقه ليكون عم بيريحوا. المي كثير مهم. شغله ثانيه، اوقات نحن بنفخ مصراننا، في هيدا الشيء حسسنا انه نحن صار في ضغط على الكلوي، فهون كمان يمكن لازم ناكل اكل لحتى يخف هالانتفاخ بالمصران، هيدا كمان موضوع ثاني، ولكن هل في اكل بحد ذاته بخفف وجع الكلوي؟ الجواب هو لا. رح ناخذ اتصال ثاني. الو اكيد. الو بونجور. بونجور. بليز بحسن لمدام رندا سؤال عن الاكل اللايت. نعم. في اوقات واحد بيروح على السوبر ماركت مثلا بيشتري اجبان او قلبان مكتوب عليها لايت، بس بيتفاجئ انه مثلا بتبقى مالحه اكثر من الاكل العادي. نعم.
انه نعم. شو النفع مكتوب عليها لايت مثلا؟ بجنن هالسؤال، كثير حلو. كلمة لايت هي كلمة مطلقة، فيكون لايت له علاقة بالسكر، فيكون لايت له علاقة بالملح، فيكون لايت له علاقة بالدهنيات. فإذا كان مكتوب عليها لايت هن بنرجع بنقول ما عملوا شيء غلط، يمكن مخففين السكر فيها، او هون عم نحكي ملح مبدئيا ما رح يكون فيها سكر، مخففين دهن. هلا وقت يكون عم يتخفف الدهن ما بيعود نقدر نحفظ الاكل، الاكل ما بيعود يطول يعني، لازم نزيد له ملح، فبيزيدوا له ملح. فمشان هيك وقت تشوفها لايت رح تحس انه فيها طعمه ملح اكثر، وهون اللايت له علاقه بالدهنيات. هلا في عندنا ماكولات ثانيه مكتوب عليها لايت لانه ملح اقل، فاكيد بدنا نرجع على موضوع ويمكن حلو نرجع نعيده قلنا زمان ما عدنا، اللي هو نقرا الملصق الغذائي، بس بعتقد وصلت لك الجواب المضبوط هلا. خلص وقتنا رندا. اوكي انا رح اقول للمشاهدين شيء ولالك ستيفاني بالموضوع اللي انا حضرته اليوم، كان عندي 18 تب، نحن قلنا اثنين منهم. عندك جمعتين جاي. فاكيد موضوعنا لازم يكمل لانه عن جد بدي فيد باشياء كثير مهضومه، وموضوع كثير مهم لانه بالصيفيه كثير الواحد بيظهر وهيدا. ثانك يو، بنرجع بنشوفك جمعتين جاي ان الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.